السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعتكم مباركة، وأهلا بكم إلى برنامجكم اليومي صحف اليوم. هذا البرنامج الذي نطالع فيه أبرز ما عنونته الصحف من عناوين، إضافة إلى ما تناولته المواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء، والبداية من وكالة الثاني من ديسمبر التي عنونت: الأغذية العالمي يخشى عمليات انتقامية بعد كشف فساد الحوثيين وسرقتهم للمساعدات الإغاثية. الفريق الحكومي في لجنة الحديدة يعلق اجتماعاته مع لوليسغارد. وإلى وكالة خبر وفيها نقرأ: أمهات المختطفين، وفاة 3 معتقلين بسبب التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي. فروع المؤتمر الشعبي العام بالساحل تواصل أمسياتها الرمضانية وتؤكد تمسكها بوصايا الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح. هندسة المقاومة المشتركة تفجر كميات من الألغام البحرية بالحديدة. ميليشيا الحوثي تستهدف شاحنة نقل تجارية في التحيتة وتصيب سائقها. الأجهزة الأمنية بمأرب تضبط 125 كيلوغراما من الحشيش كانت في طريقها إلى الحوثيين في صنعاء. اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محور تعز تعلن تعليق أعمالها وتوضح الأسباب. إسقاط طائرة مسيرة حوثية شمال غرب الضالع. وإلى نيوز يمن وفيه نطالع: وفاة 3 مختطفين تحت التعذيب في سجون الحوثي. قتيل وجرحى في معركة بين قيادات حوثية في البيضاء. سيول غزيرة تجرف شاحنات في طريق مأرب البيضاء. هادي يشكو جريفيث لغوتريش شرعا الميليشيات الانقلابية. تكفر اليمنيين وتوالي الأعداء وتريق الدم وتنهب المال. الحوثي خطاب يناقضه الواقع. الحديدة أحياء التماس معبأة بالأسلحة والآليات ومواقع قتال استحدثت. وإلى الصحف العربية ونطالع في الشرق الأوسط: الرئيس اليمني: لن نقبل باستمرار تجاوزات المبعوث الأممي للقرارات الدولية. التحالف يتوعد الهجمات الإرهابية بوسائل رادع حازمة. السعودية تدمر درون مفخخة سيرها الحوثيون تجاه نجران. محافظ الحديدة يتهم الحوثيين بتهريب الذهب إلى صنعاء، قال إنهم استخدموا مقاتلين لتحصين المدينة وشنوا حملة اعتقالات. الحوثيون يعاودون تجنيد اللاجئين الأفارقة إجباريا. عائلات تشكو ترويع الميليشيات وأخرى تستجيب للمغريات المالية. إذا علق الفريق الحكومي في لجنة الحديدة اجتماعاته مع لوليسغارد نتيجة ما قال عنه المتحدث باسم قوات عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش بأنها عملية الالتفاف والتحايل التي تمت من قبل الحوثيين بالانسحاب من موانئ الحديدة بمباركة وإشراف لوليسغارد وفريقه. وأكد الدبيش أن الفريق الحكومي متمسك بتعليق اجتماعاته حتى يتمكن من الدخول إلى موانئ الحديدة والتأكد من إزالة كافة المظاهر المسلحة وشبكات الألغام. يأتي ذلك بعد رسالة وجهت إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من قبل الحكومة اليمنية اعتراضا على ممارسات مارتن جريفيث في اليمن، معطية إياه فرصة أخيرة حسب ما جاء في الرسالة. يأتي ذلك كله بعد حملة شعبية واسعة طالبت بتغيير المبعوث الأممي إلى اليمن، واعتبرت الحملة ما يقوم به جريفيث بالدور المشبوه. فما مدى تأثير كل ذلك على جريفيث، وما الخيارات المتاحة أمام الفريق الحكومي والحكومة في حال فشلت تلك الضغوطات والتهديدات؟ ولماذا يصر مارتن جريفيث على المساواة بين الطرفين ويتجاهل القرارات الدولية؟ ولماذا يغض الطرف عن كل الحشود والأعمال العسكرية التي يقوم بها الحوثيون في الحديدة؟ لمناقشة هذه المواضيع والإجابة على هذه التساؤلات يسرني أن يكون ضيفي الأستاذ عبد الله الدهمشي الكاتب والمحلل السياسي، وعبر الهاتف الصحفي رماح الجبري. لو بدأت معك أستاذ عبد الله الدهمشي، نبدأ من التساؤلات التي ربما تطرح اليوم. ما هي الخيارات أمام الفريق الحكومي في حال فشلت هذه الضغوطات التي ربما تحاول ثاني مارتن جريفيث عن التوجه والانحياز لميليشيات الحوثي؟ أولا يجب ألا نأخذ التعاطي أو لا نتعاطى مع المبعوث الأممي بنفس النزق الذي صنعته نكبة صنعه صناع نكبة فبراير باليمن ب 2011.
مجرد الهتاف بسقوط النظام والرحيل والمنادى بالرحيل. هذا النزق الذي قادنا إلى ما نحن عليه من مآسي وويلات يجب أن نتراجع عنه وأن نفكر قليلا في المأساة اليمنية التي تزداد كل يوم تعقيدا وتزداد شدة وحدة. المشكلة ليست في مارتن جريفيث ولا في من سبقه ولا بمن سيأتي بعده، المشكلة هي يمنية يمنية، وغياب الأفق السياسي لدى ما يسمى الشرعية هو أحد العوامل التي تجعل هذه المأساة تتعقد ولا تجد طريقها إلى الحل. هذه الشرعية لو أنها بادرت إلى إثبات وجود المؤسسات الدولة العاملة في المناطق المحررة لكانت قدمت برهانا لليمنيين فقط على أنها جهة أو هيئة أو قادرة على استعادة الدولة وعلى إعادة بنائها والتخلص من قبضة الحوثيين. وبالتالي فإن المشكلة ليست في مارتن جريفيث ولا في من سبقه ولا في من سيلي بعد، المشكلة هنا يعني في غياب هذا الأفق السياسي الذي يحمل مشروع استعادة الدولة سلما أو حربا. الأمر الثاني أن المشكلة أيضا في جريفيث، وهذه المشكلة تخص جريفيث بأنه هو الذي ابتدأ من استراتيجية تجزئة المأساة اليمنية إلى ملفات ظنا أنه سيعمل في الحديدة في أخذها ملفا ملفا على مقاربة الحل الشامل للأزمة اليمنية خلافا لمن سبقوا. هذه الاستراتيجية فشلت أيضا في أن أتت بإنجاز ما يسمى اتفاق الحديدة، وهو اتفاق غامض يحتاج إلى اتفاقات بين من هذا الاتفاق، بين أطراف تتشارك ما بعد هذا الاتفاق ما بعد إعادة الانتشار العسكري. ثم انتقل مارتن جريفيث بعد ذلك إلى تجزئة اتفاق ستوكهولم إلى الملفات، وتناسى ملف الأسرى وملف المفاوضات حول تعز، وتناسى بقية الملفات التي كانت منظومة متكاملة في اتفاق ستوكهولم. إذن نحن أمام مشكلتين، مشكلة في تحالف الشرعية ومشكلة في مارتن جريفيث نفسه الذي لا يستطيع أن وعلينا أن نغير الآن الرؤية للمأساة اليمنية وأن نقاربها بأفق سياسي واضح عنوانه استعادة الدولة. فقط أستاذ عبد الله، أنت تقول بأنه لا يجب أن نتعامل بنزق مع ما يحدث وأن المشكلة ليست في مارتن جريفيث لوحده، إذا كيف يجب التعامل إذا من وجهة نظرك؟ التعامل يعني أنا عندما أشير إلى ذلك فأنا أعتمد على وقائع. يعني في هذا في المحافظة الجنوبية المحررة هنالك عصابات مسلحة تتعامل بمؤسسات ما دون الدولة، في تعز هنالك جماعات تبني عصابات المسلحة بعيدا عن مؤسسات الدولة وأطرها الشرعية، وفي مأرب كذلك. يعني أنا أقول أن هذا الخلل يعني مشكلته ليست في الحديدة فقط ولا في اتفاق ستوكهولم ولا في ما جاء به جريفيث في هذا الأمر. نحن أمام مشكلة عويصة، مشكلة غياب الدولة الوطنية، التعامل بنفس عقلية 2011 وما تلاها من نزق العصابات يعني من نزق الشعارات الجوفاء التي لا معنى لها إلا الدمار والخراب، اسقط وارحل، ويمكن أن نردد ذلك ولكن ابني واعمل، هذه التي لا نجد لها واقعا في هذا اليوم. على هذه الشرعية قبل أن تجعل مشكلتها في جريفيث أن تقول لنا ما هي عوامل استمرار غياب المرتبات، ما هي عوامل غياب الانفلات الأمني الواسع، الأطفال يقتلون، الناس يقتلون في الشارع، ليس هنالك من أمان ولا ربما سنعود إليك توضيح ذلك أكثر، لكن دعني أذهب إلى ضيفي عبر الهاتف الصحفي رماح الجبري. أستاذ رماح، ضيفي هنا الأستاذ عبد الله الدهمشي يطرح رؤية بأن يجب ألا نتعامل بنزق مع المبعوث الأممي وأن المشكلة ليست في المبعوث الأممي لا مارتن جريفيث ولا من سبقوه سواء إسماعيل ولد الشيخ أو حتى جمال بن عمر بقدر ما الإشكالية تكمن في الشرعية ذاتها. كيف ترى ذلك في ظل الحملة الشعبية المطالبة بتغيير مارتن جريفيث؟ شكرا جزيلا. انا استمعت للجزء او البدايه مثل ما ذكرت او ما ذكر الضيف الكريم.
وأنا فعلا أستغرب مثل هذا الطرح، يعني أن نحمل المسؤولية الشرعية. طبعا بلا شك أن هناك موقف ضعيف وهناك ممارسات ضعيفة من الحكومة الشرعية، لكن الموقف الواضح فيما يخص اتفاق ستوكهولم، ما يخص موقف المبعوث الأممي، أنه تمالأ وداهن وتعاون بل وتحول إلى قيادي حوثي لإنقاذ الميليشيا الحوثية. تخيل أن مبعوث أممي يشير بمجرم حرب على رأس القائمة العقوبات الدولية، اسمه مدرج ضمن الجماعات وضمن الجماعات الإرهابية، يشيد به المبعوث الأممي في جلسة لمجلس الأمن على مستوى العالم. هذه كارثة وهذه جريمة أن يكون المبعوث الدولي بهذا المستوى الذي أظهر فيه موقف وضوح لا يحتاج ولا يمكن أن تغطى الشمس بغربال. عندما يكون الموقف المبعوث الدولي بهذا الشكل داعما ومولا ومدافعا ومقاتلا عن الميليشيا الحوثية، يا أخي العزيز، مسألة الشرعية هناك ضعف في أداء الشرعية، لكن حتى الشرعية لم تكن حتى موجودة بشكل أساسي وإنما بشكل صوري في معركة الحديدة، المعركة اللي هناك تتواجد فيها القوات المشتركة، قوات الحماية الرئاسية وحراس قوات المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية والألوية العمالقة. لذلك أن نصب أو أن نحول المعركة أو أن نقول أن المشكلة ليست في المبعوث الأممي أمر غير منطقي. لكن في هذه النقطة بالتحديد أستاذ رماح، دعني فقط معك في هذه النقطة التي طرحتها أنت. أنت تقول أن الشرعية لم تكن موجودة في الحديدة وأن هناك قوات أخرى سميتها هي التي كانت على الأرض. إذا هنا يقول قائل أن الشرعية ذهبت إلى ستوكهولم تفاوض عن شيء هي لا تملكه أساسا، ولذلك فرطت في ستوكهولم بأشياء كثيرة. أخي العزيز، هذه القوات كلها داعم ومؤول لها التحالف، وليس لا يوجد فقط مواقف معلنة أن الشرعية تقود هذه المعركة أو في الحديدة، ولا ندري أن هناك تفاهمات أو توافقات أو توافق وتواصل بين هذه القوات والحكومة الشرعية. ثانيا، الحكومة الشرعية مسؤولية كاملة عن كل أراضي اليمن، ومن حقها الشرعي والدستوري أن تستعيد كل المحافظات اليمنية وتقادم من أجل استعادتها، حتى لا حتى تكون الحكومة الشرعية هي السلطة وكونها سلطة منتخبة ومعترف بها من جميع دول العالم. أكمل النقطة السابقة يا أخي العزيز، بمعركة الحديدة المبعوث الأممي وقف حاجز صد واستجلب كل الضغوط الدولية على الحكومة الشرعية وعلى التحالف. أيضا لا يمكن للحكومة الشرعية أن تتخذ قرار معين بدون مشاورة أو اتفاق أو تفاهم مع التحالف العربي أو على الأقل السعودية والإمارات. لذلك أنا أستغرب أيضا هذا الطرح أن نحمل الحكومة الشرعية أو ضعف الحكومة الشرعية مسؤولية ما يحدث. المبعوث الأممي كان سيء إلى درجة لا يمكن تصورها. المذكرة أو الخطاب الذي وجهه الرئيس هادي للمبعوث الأممي يعني نكأ الجراح وأوضح كم نحن كم قدمت الحكومة من تنازلات كبيرة. يعني كل نقطة تشعر أن الحكومة قدمت تنازلات. ولماذا تقدم التنازلات؟ كبير وتنازلات مهولة. ولماذا تقدم هذه التنازلات المهولة التي تتحدث عنها؟ ما دامت أن القوات هناك في الحديدة بالتحديد هي الطرف الأقوى. الحكومة الشرعية. نعم، أوضح فقط، الحكومة الشرعية يا أخي العزيز تواجه ضغوط دولية من قبل دول عدة للمضي نحو الجهود السلام وتمريرها ومحاولة إنقاذ أبناء اليمن. أيضا الحكومة تواجه ضغط إنساني بصفتها حكومة شرعية مسؤولة عن كل أبناء اليمن. هناك مآسي ووجوع وتفشي الأمراض والأوبئة، ولذلك هذا يمثل ضغط إنساني على الحكومة أن تسعى نحو أي نافذة أو باب من أبواب يمكن أن يفتح لجهود السلام لكي تنقذ أبناء اليمن وأبناء المواطنين الذين هم يعيشون الأوبئة والأمراض ويموتون جوعا وفي سجون الميليشيات. جميل. لذلك الميليشيا الحوثية تقدمت في ملفات إنسانية، غالبيتها الملفات الأربعة التي تمت مناقشتها في السويد هي ملف المساعدات الإنسانية. قبل أن أتي إلى بقية التفاصيل، أنا لا أتحدث ربما عن التفاصيل بقدر ما أتحدث عن قضية مارتن جريفيث، أعود إلى الأستاذ عبد الله الدهمشي. أستاذ عبد الله ضيفي عبر الهاتف رماح الجبري، مستغربا من الطرح الذي طرحته أنت في بادئ الأمر وأن الشرعية ربما لا تتحمل أي شيء مقابل ما يقوم به مارتن جريفيث من انتهاكات حسب ما قال رماح الجبري، ووصفه بأن ما قام به من دور هو دور سيء للغاية.
أنا قلت وكت نظري وهو قال وكت نظره، وأنا عززت وكت نظري بما رأيته قائما في هذا الواقع، بأن الحكومة الشرعية تتحمل كامل المسؤولية عما يجري الآن وعما جرى في ستوكهولم وعما جرى بعد ستوكهولم يعني في هذا الأمر، وهي ليست لديها الأفق السياسي الذي تحمله لحربها في سبيل استعادة الدولة من قبضة الجماعات الطائفية العنصرية الحوثية هذه. بالتالي أنا أضفت أنه مارتن جريفيث أيضا أصبح مشكلة باعتبار أنه اعتمد استراتيجية تجزئة المسألة اليمنية إلى ملفات، ثم ذهب إلى ستوكهولم على هذا الأساس ليقدم من خلال اتفاق ستوكهولم حول الحديدة أساسا للحل السياسي الشامل والكامل للمسألة اليمنية، ففشل في اتفاق ستوكهولم، وها هو الآن يعمل على تجزئة اتفاق ستوكهولم. الحكومة اليمنية، الحكومة التي وقعت على اتفاق ستوكهولم أو التي قبلت ولم توقع، يعني في هذا هي قيل لها تقبل فقبلت، قيل لها هي لا تمتلك قرار، هذه كما أشار صاحبنا أنها لا تمتلك قرار. هذه الحكومة ذهبت إلى ستوكهولم وقبلت بالاتفاق، ثم الآن هم يناقشون الآن ماذا؟ عملية إدارة الموانع، تحصيل الإيرادات، صرف المرتبات، هذه الثلاث الحاجات، الثلاث الأشياء المترتبة على عملية إعادة، كان أول الانسحاب ثم سمي إعادة الانتشار، والحكومة تقبل بكل هذا. لماذا تقبل بكل هذا إذا كانت لديها وضوح وإذا كانت هي تمثل السيادة الوطنية على محافظة الحديدة؟ قال ضيفي عبر الهاتف بأنها تتعرض لضغوط. تتعرض لضغوط، إذن ما ذنبه مارتن جريفيث تتحمل هذه المسؤولية؟ تخاطب هي أصحاب الضغوط. إذن أعود إلى رماح الجبري، ربما تتحدث أنت عن مارتن جريفيث، لماذا تنظر إليه من زاوية الحكومة الشرعية؟ إذا كان مارتن جريفيث ربما يبحث عن مجد شخصي أو عن نجاح شخصي كما يقال فذلك حقه، لكن أنت أن تلوم، ربما أن يلوم الراعي الذئب، فهذا غير منطقي نهائيا. النقطة الأخرى الذي ذكرها فعلا المبعوث الأممي يا أخي العزيز قزم القضية اليمنية. تخيل أن المبعوث الأممي السابق أو الأسبق جمال بن عمر كان يناقش القضية اليمنية وانسحاب الميليشيا الحوثية وتسليمها لمحافظة صعدة، وجاء المبعوث إسماعيل ولد الشيخ ليناقش القضية اليمنية ويطالب بإنهاء أو سلطة الميليشيا الحوثية وانسحابها وتسليمها للسلاح وانسحابها من عمران وما إلى ذلك. المبعوث الأممي مارتن جريفيث جزم القضية اليمنية وجزأها إلى يعني كل ملف يسعى إلى تفتيته وإطالة أمد الحرب. طبعا هو مستفيد ماديا تكاليف حتى اليوم، لكن لماذا تلوم مارتن جريفيث على ما يقوم به ما دمت أنت توافق على تلك الخطوات؟ وأنا هنا أعني الحكومة الشرعية. لماذا تلوم مارتن جريفيث على قيامه بهذه الخطوات ما دمت كحكومة شرعية وافقت عليها وقدمت التنازلات تلو التنازلات كما ذكرت أنت؟ أنا ذكرت وأكدت أنه وأنا لست في موقع كممثل الحكومة الشرعية، ولكن الحكومة الشرعية هي مظلة الجميع ووجب علينا أن ندافع عنها مهما كان أداؤها أو ضعفها، وهي معترف بها دوليا والجميع يتعامل معها، جميع الأطراف تعتبرها الممثل الشرعي للبلاد والجميع يتعاون مع الحكومة كونها مثل ما ذكرت لها الحق بالسيادة والسلطة ويعني إدارة كل المحافظات المحررة وغير المحررة أو استعادة المحافظات المحررة. أنا أقول لا تعتقد أن في الطرح فيما تطرحه أستاذ الرماح لا يعتبر شيء من التناقض، شيئا ما من التناقض فيما تطرحه؟ أن تتحدث أن الحكومة لها الحق في السيادة وأنها يجب أن تمسك بالبلد وكل هذه الأمور، ثم تقول أنها تقدم التنازلات عن السيادة مقابل ضغوطات، فهي هنا ربما وكأنها تبان في موقف أنها تتخلى عن السيادة التي يفترض بها أنها تمثلها. أنا لم أقل أنها تتنازل عن السيادة، هذا السيادة حق للحكومة الشرعية، أنا أقول أنها قدمت تنازلات من أجل إنجاح جهود أو مفاوضات السلام للوصول إلى حلول سياسية يمكن أن ترضي جميع الأطراف.
ولا لم اقول ان تتنازل عن السياده، وهذه الكلمه لم تاتي مني، لكن الحكومه الشرعيه اليست عندما تقدم تنازلات تلو التنازلات يعتبر ذلك انقاص من السياده؟ لا 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 لا, لا ينقص من السياده، على العكس حتى في لو مثلا حصل اي اتفاق سياسي في الاخير الحكومه الشرعيه حتى اليوم لم تصنف الميليشيا الحوثيه كميليشيا ارهابيه وهي لا تزال تتفاوض معها، كان اخرها في البرلمان عندما تم مناقشه او قدم مشروع اللي يصنف الميليشيا الحوثيه كجماعه ارهابيه رفض الكثير ورفض حتى هيئه الرئاسه في مجلس النواب، كيف يمكن ان نتفاوض معهم وهم جماعه ارهابيه واي جهود او عمليه سلام قادمه سيكون هم جزء من 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 الحكومه او جزء من كونهم يمنيين ويمثلون مكون سياسي في اليمن وحق اختلافنا معهم في ادارتهم وانقلابهم على السلطه واعتمادهم لنظام جديد لاداره البلاد، وفي لا يمكن ان نقول ان هؤلاء اننا نتنازل مثلا لجهه اخرى او عن السياده لطرف اخر، فاذا اجتمعت الاطراف وقدم الجميع التنازلات سيكون الحوثي مكون سياسي مثل كل المكونات. دعني اكمل الفكره دون مقاطعه يا اخي. المبعوث الاممي ما نتحدث عنه انه يعني استفاد شخصيا ايرادات ماليه ووصلت اخر الفواتير الى حوالي 25 مليون دولار، هذه تكاليف مبالغ ماليه باهظه يمكن ان كانت ان تنقذ ابناء مدينه الحديده، وليس لان تكون مصروفات شخصيه للمبعوث الاممي وفريقه، بالاضافه الى ان المبعوث الاممي يحاول ان يحافظ على مهمته في هذه التي حتى ان هناك من ذكر ان المبعوث الاممي متهم بتهريب الاثار، تخيل ان مبعوث اممي يستخدم طائرته الخاصه لنقل اثار باعتبارها هدايا من العاصمه صنعاء او غير ذلك، ايضا المبعوث الاممي ساهم في تهريب القيادات الحوثيه، ولذلك اصبحت المطالبه بتغيير هذا المبعوث وعدم التعامل معه امر او خيار اجباري بعد ان اصبح موقفه واضحا للعيان. رئيس اللجنه الحكوميه رئيس الصغير بن عزيز تحدث في احدى جلسات مجلس النواب قال يا اخوه اننا نرى التعامل للمبعوث الاممي بوضوح وتعاونه مع الميليشيا الحوثيه، لكننا ما زلنا نحسن النوايا انه يدعم جهود السلام او يسعى وان كانت الامور لا تحسم بالنوايا ابدا ومطلقا في عالم السياسه. اعود الى الاستاذ عبد الله الدهمشي، ما رايك في الطرح الذي طرحه الاستاذ رماح الجبري؟ انا اطرح وجهه نظر مختلفه عن ذلك واقول الاتي: ان الحكومه الشرعيه الان في لديها مشكله، ومارتن جريفيت لديه مشكلة، والمتمردين الحوثيين لديهم مشكلة. هؤلاء الثلاثة اجتمعوا في ستوكهولم فقبلت الحكومة الشرعية على أساس أن الحوثيين سينقصوا عن الاتفاق وستكون هي معفية من مسؤولية ما ترتب على اتفاق ستوكهولم. ثبت العكس، يعني ثبت هذا أنه هذا خيار فاشل. مارتن جريفيت اعتمد على أنه بتجزئة المأساة اليمنية إلى هذه الملفات سيقدم نموذج للحل السياسي الأشمل من الحديدة وفشل. الحوثيون لم يستطيعوا أن ينفذوا الاتفاقات، يعني هؤلاء الذين قبلوا ما أملي عليهم في ستوكهولم يواجهون الآن مصير الفشل المحتوم الذي يتحمله الشعب اليمني أو ملايين اليمنيين، ويدفعون ثمنا لذلك من دمهم وحياتهم ومعيشتهم. وبالتالي فإن على هذه الأطراف الثلاثة أن تكف عن نزاق يرحل فلان أو يجي فلان وتقدم لنا حلول شاملة وتكاشفنا الآن بما هي مسؤولية الفشل. الناس لا يعرفون لماذا فشل اتفاق الحديدة وماذا كان فيه. الناس يتكلموا عن اتفاق الحديدة ودون أن يعرفوا بنوده، يعني الآن الخلافات هي على عملية الإدارة. الحوثيين سيدخلون طرفا في إدارة الموانئ والإيرادات، أم أن الحكومة الشرعية هي التي سوف تقوم بهذا؟ هذا كل الخلافات القائمة عليه. وإذا لم يقدموا معلومات كافية ووافية للرأي العام وينيروا هذا الرأي العام على ما هي أسباب الخلافات وإن تكمن الفشل، فإن النزق الجامع حق 2011 مستمر. ارحل ارحل يا مارتن جريفيت والدنيا تصبر. وهذا نزق يجب أن نتراجع عنه الآن وأن نراجع أنفسنا وأن نتحمل مسؤولياتنا بكل ما تمليه علينا الدماء التي تسيل يوميا وكل ما يمليه علينا الدمار الذي
يتم يوميا لمقومات الوجود في الحاضر والمستقبل. علينا أن نقف بعقلانية أمام الضمير الوطني المسؤول عن كل هذا ونستعيد بناء الدولة وأولها في المناطق المحررة، ونبدأ من الآن البحث عن طرق جادة لتنمية الاقتصاد المعيشي وصرف مرتبات الموظفين وبناء وتصريف الموارد. هؤلاء الذين لا يعرفون أين تذهب إيرادات النفط والغاز، ليس لديهم إلا ذلك الهتاف الذي ورثناه من أيام نكبة فبراير ارحل. دعني أشرك معي عبر الهاتف عزيز زيد وهو ناشط حقوقي من أمريكا. ربما استمعت أخ عزيز لكل النقاشات التي دارت، إذا فقدنا الاتصال به. أعود إلى رماح الجبري. أخ رماح، ضيفي هنا يطرح طرح مهم للغاية بأن الحكومة قد فشلت في ملفات عديدة ومتعددة، سواء في إدارة المناطق المحررة أو حتى في توفير مرتبات الناس وصرفها، وحتى هذه الحكومة لا تعلم أين تذهب إيرادات النفط والغاز وكل هذه الأمور. ليس فقط في ملف الحديدة فقط فشلت الحكومة. مهما كان أخي العزيز، فعلا هناك ضعف في أداء الحكومة، وهناك معوقات كبيرة تجاوزت حتى الحكومة، لم تعد الحكومة قادرة على مواجهة هذه المعوقات إن لم يكن هناك تسهيلات من قبل أو تفاهمات مع أطراف كثيرة في دول التحالف العربي. الحكومة في خلال جلسة لمجلس النواب في سيئون قدمت موازنتها، أكدت أو وضعت من اطلع على مشروع الموازنة أوضحت فيه الحكومة إيراداتها والتفاصيل الكبيرة يعني، وطرح الحكومة أمام مجلس النواب الإيرادات وإيراداتها وحجم التصدير من الغاز وحجم الإيرادات المالية في كل مختلف المجالات تؤكد أن الحكومة لا تزال تدير جميع إيراداتها رغم المعوقات. هناك كثير من المعوقات التي تواجه الحكومة، منها بقاء الرئيس خارج اليمن، المفترض أن يكون في الداخل، لكن ومع ذلك الخيارات أمام الشعب اليمني أصبحت ضيقة يعني، وأصبح دعم الحكومة الشرعية أصبح يمكن أن يكون في الخيارات التي تتحدث عنها أنت أستاذ رماح. ضيفي يقول أن النزق تجاه المبعوث الأممي لن يغير شيء، وأن نغمة ارحل مارتن وكل شيء سيكون جيدا بعدك ربما لن تأتي بجديد، خصوصا أننا تقريبا مارتن غريفيث هو المبعوث الأممي الثالث في القضية اليمنية ولم يتغير شيء مع تغير المبعوثين الأمميين. أخي العزيز، هذه اللغة يعني والمسألة نزق وإرحال هذه مصطلحات يعني تشير إلى أن الحكومة حكومة 2011. لا، موقف الرئيس أو خطاب الرئيس الموجه أمس للأمين العام المتحدة موقف ممتاز وجيد ورائع ويستحق الشكر، وقبله موقف مجلس النواب، وقبله أيضا الحملة الشعبية لدعم لاستعادة الدولة ودعم جهود السلام. هناك بيانات صدرت كثيرة طالبت بإنهاء مهمة المبعوث الأممي، لذلك يعني الإجراءات التي اتخذها المبعوث الأممي استحقت هذا الموقف، بل وكان هذا الموقف متأخرا، وخصوصا أن خطاب الرئيس أمس سرد الكثير من التنازلات والمخالفات والتي خالف بها المبعوث الأممي. ومسألة أن نقول له يعني يكفي أو أنتهت، يعني الحكومة الشرعية لم تقل له ارحل، وإنما قالت له أمامك فرصة أخيرة للالتزام بالقرارات الدولية، وطالبت بضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا، يعني كما قال خطاب الرئيس يعني أنه يريد ضمانات شخصية من الأمين العام المتحدة بأن يلتزم المبعوث الأممي بالقرارات الدولية ومنها القرار الدولي. وهل ستقدم تلك الضمانات؟ لذلك أنا أقول يا أخي دعني بس أختصر هذه الفكرة، البديل للمبعوث الأممي مارتن غريفيث لن يكون أسوأ مما هو عليه اليوم. لقد أساء للقضية اليمنية وقدمها وتعاون مع الحوثي كقيادي حوثي، بل وقدم للميليشيا الحوثية خدمة دولية لم تكن تحلم بها، ولا يمكن أن يكون يمكن أن يقوم بها وزير خارجية أو أي من القيادات الحوثية في الخارج.
لذلك لن يكون المبعوث القادم أو أي من كان يتسلم الملف اليمني لن يكون أسوأ بسوء المبعوث الأممي مارتن غريفيث في 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 خدمة الميليشيا الحوثية والإضرار بالشرعية والحكومة الشرعية ومستقبل أبناء اليمن. يا أخي العزيز، كانت المسوقات التي يقولها المبعوث الأممي أمام المجتمع الدولي والضغوط التي كان يستجيبها أن الوضع الإنساني وأنه مستعد لأن يجعل الحوثيون يسلمون مدينة الحديدة ويخرجون منها بالسلام. ضحك على المجتمع اليمني 5 أشهر كانت القوات المشتركة على أبواب مدينة الحديدة ولها القدرة والاستطاعة على تحرير المدينة، ولو بعد أو ابتعد المبعوث الأممي مارتن غريفيث لكانت المدينة اليوم مدينة الحديدة محررة وأنقذ أبنائها والمؤسسات الدولة تم تفعيلها وتم إعادة تطبيع أوضاع المدينة. لكن من وقف حاجز صد أمام تقدم القوات المشتركة هو المبعوث الدولي الذي استجلب كل الضغوط دعني فقط أقف عند هذه النقطة أستاذ رماح التي أشرت إليها. إذن أستاذ عبد الله، الأستاذ رماح يطرح أن المبعوث الأممي هو المشكلة أمام الملف اليمني وبزواله ستزول كل الإشكاليات وسيحل الملف اليمني. الله، أنا قلت يجب أن نتكلم بعقلانية وبروح المسؤولية الوطنية التي تجعلنا نقف أمام ذلك. يا أخي، توقفت مع جبهة الحديدة، بقية الجبهات المفتوحة مع إصابة التمرد الانقلاب الحوثية لماذا توقفت؟ لم يوقفها مارتن غريفيث، هذه أولا. ثانيا، أنه تحركت إصابة الحوثي باتجاه الضالع وكادت أن تسيطر على كثير من المواقع، ولم يقل أحد ولم يتحرك المبعوث الأممي ليضغط على الحكومة الشرعية أن تواجه هذه الإصابات فيما فجرته في الضالع. لماذا بقية الجبهات متوقفة؟ هذه الناس كانوا بيحرروا الحديدة والسلام ختام والأمور ستمشي على ما يرام وكل صح. طيب خلاص، توقفت جبهة الحديدة، اشعل بقية الجبهات. هذا واحدة يعني. وبالتالي الحديث بمسؤولية انه لا نريد ان نحمل طرف، هذه الحكومة الشرعية ابتلينا بها وإحياء عدة المصائب، وهي احدى نتائج نكبة فبراير 2011 يعني في هذا، والحوثيون احدى نتائج نكبة فبراير 2011، احدى نكبات ذلك النزق الذي دفع له من الخارج ليقودنا الى هذه الهاوية. واذا لم نقف بعقلانية ونراجع انفسنا ونحاسب مسؤولينا ونتحسس ما تبقى لنا من طريق نحو المستقبل، فنحن في الكارثة مستمرون مستمرون مستمرون. وإن بقي مارتن غريفيث أو جابوا لنا جني من واق الواق، يعني المسألة بكل وضوح أن هذه القوى التي تتصارع اليوم على دمائنا نحن اليمنيين لا تمتلك الأفق السياسي ولا تمتلك القدرات ولا تمتلك حتى الإرادة السياسية القادرة على عملية استعادة الدولة، ناهيك عن إعادة بناء هذه الدولة التي تدمر كل يوم. إذن أنت ترى أن الإشكالية في غياب المشروع لدى هذه الجهات، كل الجهات الموجودة والتي تتصارع على الساحة. نعم، هذه الجماعات، هذه القوى تتصارع دون أن يكون لديها مشروع وطني، هذه تتصارع ضد الوطنية اليمنية فيها. انظر إلى الأعلام المرتفعة في الأعلام الموجودة في المحافظات الجنوبية التي تتعامل باسم الشرعية، واسأل هذه الحكومة الشرعية هل مارتن غريفيث هو الذي أمر بإحراق العالم اليمني؟ إعلام الجمهورية اليمنية ليس على مارتن غريفيث. هل مارتن غريفيث هو الذي أمر بأن تتوقف جبهات نهم ومارب؟ ليس مارتن غريفيث. وبالتالي هل مارتن غريفيث هو الذي أمر الحكومة اليمنية ألا تبحث بكل مسؤولية عن ملايين الناس يموتون جوعا بسبب توقف المرتبات لأكثر من 3 سنوات؟ يعني في هذه أنا أقول أن هؤلاء كلهم خرجوا من النزق الجامح الذي قادنا إلى نكبة الذي صنعته نكبة فبراير بنا. وبالتالي فإن علينا أول ما علينا الخروج منها من نزق هذه النكبة واستعادة الدولة اليمنية بكل ما تعنيه من أطر ومؤسسات وغير ذلك. وعلى بقية القوى المشاركة في تحالف قوى الشرعية أن تتوقف عن بناء التشكيلات العسكرية، لأن هذه لا تندر فقط بعدم انتهاء الحرب مع الحوثيين، وإنما تندر بتفجر حروب جديدة حتى إذا انتهت، وأقول إذا انتهت يعني هذا إذا انتهت الحرب مع الحوثيين وسقط التمرد الحوثي.
في ذلك. هؤلاء كل واحد يبني قواتهم، يبني تشكيلاتهم العسكرية ليقودوا حروب جديدة، وهذه لم يأمر بها مارتن جريفيث. علينا أن نستعيد بناء الدولة ببناء جيش وطني والخروج من عصر الميليشيات ومن سطوة الميليشيات التي تتحكم في تعز وفي مارب وفي المحافظات الجنوبية. الأستاذ عبد الله الدهمشي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لضيفي عبر الهاتف رماح الجبري الصحفي، وأيضا الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.